وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع مستر محمد علي وفيديو جديد. فضلا من الأمر لأول مرة بتتابعنا فعل زر الجرس واشترك في القناة حتى يصل كل ما هو جديد. طلابي الكرام أهلا بكم مرة تانية، أهلا بكم في الطريق نحو الهدف. إن شاء الله النهاردة مع خطوة جديدة من خطوات الطريق نحو الهدف نحو الحلم إن شاء الله تعالى. النهاردة معادنا مع الفيديو رقم 5 من أصل 8. إيه حكاية 5 من أصل 8؟ لو أنت مش متابع معانا من البداية، كان في عهد خدناه على بعض من أول الشهر الكريم ده ان احنا ممكن نخلص الفلسفه في 8 فيديوهات بشكل مبسط جدا. كل الحكايه ان انا في الاسبوع هسمع فيديوهين فقط، واتفقنا ان شاء الله تعالى ان احنا كنا من البدايه واضحين جدا ان احنا مش هنقطع الفيديوهات ونقعد نقول يا جماعه ذاكرت نص الباب ربع الباب والكلام الفاضي ده. اتفقنا ان احنا هنحط الفيديو كله عباره الباب كله او الدرس كله عباره عن فيديو واحد بس، في شرح دقيق جدا، في مراجعه، في كلمات مفتاحيه لكل حاجه. تمكنا بفضل الله ان احنا نحط الباب الاول فلسفه، وده كان بشكل مبسط جدا وانتوا بالشهاده بتاعتكم، وكان الحمد لله توفيق من ربنا اولا واخيرا. وتمكنا من الباب الاول منطق، وتمكنا من الباب الثاني فلسفه البيوتيقه، والباب الثاني منطق الاستنباط في العلوم السوريه. والنهارده معادنا مع الفيديو رقم 5 من اصل 8، يعني احنا كده عدينا نص المنهج بفضل ربنا عز وجل. النهارده معادنا مع فيديو جديد، فيديو بيتكلم عن الباب الثالث فلسفه. وما ادراك ما الباب الثالث فلسفه؟ كل الناس بتشتكي من الجزء النظري اللي فيه. يا مستر انا مش عارف لحد دلوقتي افرق ما بين اخلاق الوظيفه العامه وبين الوظيفه العامه نفسها. مستر محمد معلش انا مش عارف افرق ما بين اخلاق المهنه وبين اخلاق الوظيفه. انا عندي مشكله يا مستر في 6 فلاسفه، انا مش عارف افرق ما بين افلاطون، ارسطو، ابن خلدون، الفارابي، هيجل، ادم سميث. لو انت بتعاني من المشاكل دي ان شاء الله تعالى الفيديو ده هيحل لك المشكله باذن الله تعالى، بس انت تابعنا للنهايه ان شاء الله تعالى. وشد حيلكم يا جماعه معانا كده شويه في الموضوع الشير، الفيديو مش بيوصل يعني كتر ما الفيديوهات متلاحقه الفيديو مش بيقدر ياخد حقه في كميه المشاهدات او اللايك والشير، فاحنا دايما بننزل بالفيديو اللي بعده التالي ورا التالي ورا التالي على طول. ففضل الله امرا يعني عشان الفيديوهات دي ما تتراكمش علينا او تتركنا على القناه كده على الفاضي، نحاول ان احنا نفعلها شويه، نعمل شير، نحاول ان احنا نخلي اكبر قدر من زمايلنا ان شاء الله يستفادوا باذن الله تعالى. يلا بينا كده نروح كالمعتاد لملزمه الدكتور ونشوف اختصار الباب الثالث الباب الثالث فلسفه هيكون عامل ازاي. يلا بينا نتقابل عند الملزمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، مره ثانيه رجعنا لبعض طلاب الكرام. معانا ملزمه بتتكلم عن الباب الثالث الباب الثالث فلسفه بعنوان الفلسفه واخلاقيات المهنه. ان شاء الله تعالى الدرس الثالث فلسفه ده هيبقى من اسهل الابواب ان شاء الله بعد ما تنتهي من سماع الفيديو ده. وارجع للفيديو بعد كده وأعلق تعليق وقول لي يا مستر فعلا انا لقيت ان الباب ده في غايه السهوله ان شاء الله تعالى باذن الله. تعليق هيبقى منتظر ان شاء الله تعالى، منتظر كل تعليق لكل واحد يسمع الفيديو ده باذن الله تعالى. طيب الباب بيكلمني عن حاجه اسمها الفلسفه واخلاقيات المهنه. يعني ايه الفلسفه واخلاقيات المهنه؟ انا كده كده عارف الفلسفه، بس ايه حكايه اخلاقيات المهنه دي؟ هو العمل ده مهم للدرجه دي ان الفلسفه تهتم بيه وتقعد تحط له اخلاقيات؟ هو الواحد ما يعمل اي عمل وخلاص؟ لا، العمل ده مهم جدا. طب ايه الدليل ان العمل ده مهم؟ هقول لك تعالى نتكلم عن قيمة العمل، قيمة العمل. في نقاط أساسية كده وسريعة. العمل ده يعتبر وظيفة أساسية، يبقى العمل ده وظيفة أساسية، ليه؟ عايز تميز الإنسان عن الحيوان، الإنسان بيقوم بأعمال معينة، أما الحيوان فهو بيقوم بإشباع رغباته فقط. يبقى رقم واحد العمل وظيفة أساسية تميز الإنسان عن الحيوان. رقم اتنين ده العمل مهم جدا جدا عشان حاجة اسمها تحويل الطبيعة. انت قدامك الطبيعه في صورها الخام، قدامك اخشاب، قدامك مثلا حجر، قدامك رخام، انت عايز تحوله لشكل تاني، فالعمل ضروري جدا من اجل تحويل الطبيعه. انت مثلا قدامك مجموعه من الحبوب، مجموعه من الغلال، عايز تطحنها وتحولها لنوع من الخبز او نوع معين من الاستخدامات الاخرى، فانت محتاج العمل. يبقى رقم اتنين العمل ده ضروري جدا من اجل تحويل الطبيعه. رقم ثلاثة الإنسان مضطر للعمل من أجل ترويض الطبيعة. إيه حكاية ترويض الطبيعة؟ الطبيعة طبعا بشكلها الأولي ده طبيعة قوية جدا قهرية، الإنسان محتاج إن هو يشتغل عشان يحول الطبيعة لمصطلحاته الخاصة أو لأغراضه الخاصة. يبقى أنت كده عرفت إن العمل ده ليه قيمة، تمام؟ خلي بالك من الملحوظة بقى اللي جاية دي، بيقول لك إن مقدار تقدم الشعوب يكون بمقدار العمل. يعني أنت لو عايز تعرف أي شعب من شعوب العالم متقدم ولا لأ، انظر الى مقدار العمل في هذا الشعب، تمام؟ احنا كده خلصنا من الجزئيه الاولى، فكره قيمه العمل وهل العمل ده مهم ولا غير مهم. هننتقل مع بعض الجزئيه الثانيه بنتكلم فيها عن مفهوم اخلاق المهنه. هو ايه اخلاق المهنه ده؟ هو كل حاجه يا مستر
علينا في ثالثه ثانوي يقول لك اخلاق المهنه، اخلاق الطب، اخلاق البيئه، ايه الحكايه دي؟ طيب تعالى مع بعض كده نشوف ايه اخلاق المهنه دي. اخلاق المهنه دي جزء من الاخلاق العامه، هي في اخلاقيات عامه، الاحترام والذوق والادب والعادات والتقاليد والكلام ده، دي اخلاقيات عامه. ولكن احنا دلوقتي بنلجا لحاجه تانية اسمها اخلاقيات مهنه. ايه اخلاقيات مهنه؟ زي ما قلت لك كده هي جزء من الاخلاق العامه، جزء من الاخلاق العامه. طب يا الاخلاق عباره عن ايه؟ عباره عن شويه مبادئ وشويه قواعد كده. تمام، لو انا يعني ما انتظمتش بيها او التزمت بيها لا تستقيم المهنه بدونها. يعني الاخلاق المهنيه هي عباره عن مجموعه من الاسس، مجموعه من المبادئ، بدونها لا تستقيم المهنه، لا تستقيم المهنه. دي اسمها اخلاق ايه؟ اخلاق المهنه. طب ايه اللي بيلزمني، ايه اللي بيجبرني ان انا ابقى ملتزم بالاخلاقيات دي؟ قال لي ولا السلطه ولا اي حاجه خالص، ولكن الالزام فيها بيكون نابع من الضمير، نابع فيها من الضمير. يبقى الالزام نابع من الضمير. وبعض الناس قالت لك نابع من الالزام الديني، ان انت بتراعي ربنا وبتراعي الديانه بتاعتك فبتكون ملتزم باخلاقيات المهنه. لو انت بتعمل اي مهنه حرفيه او اي حاجه يدويه، بتصنع اي حاجه، بتعمل الصيانه، بتعمل اصلاحات، فانت ملتزم باخلاقيات المهنه. طيب تعال نشوف بقى اول جزئيه بتعمل جدل في الاختيارات، وهي اراء العلماء حول المعايير الاخلاقيه. انا عندي ثلاث فرق من العلماء، الفريق الاول ليه راي، الفريق الثاني ليه راي، والفريق الثالث ليه راي. تعال كده نروح للفريق الاول اللي بيقول لي خلي بالك اخلاق المهنه دي لازم يكون داخلها حاجه اسمها الطابع العام والطابع الخاص. يعني ايه؟ قال لي يا جماعه اخلاقيات المهنه دي هتكون ملزمه لكل المهنيين. كويس، يبقى كده فيها طابع عام. قال لي وفي نفس الوقت هيكون فيها طابع خاص. يعني ايه طابع خاص؟ يعني كل واحد من المهنيين دول او الحرفيين دول هيكون ليه السمات الخاصه بيه هو كمان. طيب الفريق الاول ده بيرفض اي شكل من اشكال السلطه انه يتحكم في اخلاقيات المهنه. مفيش اي سلطه ولا قانون ولا سياسه ولا اي حاجه تتحكم في اخلاق الراجل الصنايعي ده او الراجل المهني ده. طب اما الفريق الاول عايز يعمل الانضباط ده ازاي لما هو بيرفض سلطه القانون وسلطه الدين؟ هو عايز سلطه الضمير فقط، السلطه تكون سلطه داخليه. تمام جدا. الفريق ده بيقول لك ان الممارسه هي شرط الاخلاقيات. يعني ايه الممارسه شرط الاخلاقيات؟ لو انت بتمارس المهنه دي يبقى انت ملزم باخلاقياتها، لو انت بطلت تمارس المهنه دي واعتزلت يبقى انت غير ملزم باخلاقيات هذه المهنه. ده كان الفريق الاول في العلماء اللي بينظروا حول معايير اخلاق المهنه. طيب تعال نشوف الفريق الثاني. الفريق الثاني بيقول لك لا، انا عايز اربط الاخلاق دي، اخلاق المهنه دي، بالطابع الثقافي المنتشر في البلد دي. يعني عايز اخلاق المهنه دي او اخلاق المحامي ده او النجار ده او التاجر ده او اي مهنه بتمارسها، عايزها تكون مرتبطه باخلاق المجتمع اللي هو موجود فيها. يعني اديها نوع من انواع العموميه شويه، اديها الطابع العام. فبيقول لك مثلا على سبيل المثال اخلاق المعلم تبقى ليها سمات عامه من حيث الصدق والامانه ودفء العلاقات مع الطلاب وحسن المعامله والمساواه، تبقى اخلاقيات عامه عند كل اللي بيشتغل في مهنه التعليم او اي مهنه ثانيه. ده الفريق الثاني. الفريق الثالث بيقول لك لا، انا ليا وجهه نظر مختلفه، انا لازم اعمل حاجه اسمها تحليل الثقافه السائده او فحص اخلاقيات المجتمع اللي انا هحط له اخلاقيات في المهنه. فبيقول لك على سبيل المثال لو انا عندي شخص كاره مهنه التعليم، ما بيحبش مهنه التعليم، فانا ما ينفعش ان انا اطالبه باخلاقيات مهنه ووظيفه ايه؟ التعليم او اي مهنه اخرى. المهم ان انا عندي ثلاث فرق في الاخلاق، ممكن انت تقسمهم كده مع نفسك زي ما موجودين كده في الملزمه. الفريق الاول بيقول لك فيها طابع عام وخاص، الفريق الثاني بيقول لك لا لازم اربطها بثقافه المجتمع يعني اديها طابع عام، والفريق الثالث بيقول لك لا لازم فحص اخلاقيات المجتمع، وكل واحد عنده التزام او عنده قبول للمهنه هيبقى مطالب باخلاقياتها، لو انا ما عنديش قبول للمهنه بقى غير مطالب باخلاقياتها. طيب الجزء ده كان نظري كده، وممكن يجي عليه سؤال احنا لمناه بشكل مبسط. تعال ندخل بقى على الاهميه. مستر ايه السبب اللي خلى اخلاقيات المهنه دي تظهر؟ يعني هو كل شويه يعملوا اخلاقيات بيئه، اخلاقيات طب، اخلاقيات مهنه، ايه الاسباب اللي عملت اخلاقيات المهنه؟ هقول لك بص يا سيدي كده ببساطه خالص، في ثلاث اسباب اساسيه ادت الى ظهور اخلاقيات المهنه. السبب الاول هو عجز الاخلاقيات العامه. السبب الاول عجز الاخلاقيات العامه. يعني ايه يا مستر عجز الاخلاقيات العامه؟ يعني الاخلاقيات العامه اللي هي القواعد العموميه اللي بتشمل المجتمع كله مش قادره تحقق الانضباط والالتزام عند كل واحد في اصحاب المهن، فاضطرينا ان احنا نعمل اخلاقيات خاصه بكل مهنه. يبقى رقم واحد عجز الاخلاقيات العامه.
رقم اتنين بيقول لي حاجة المجتمع لمزيد من الانضباط، المجتمع عايز ينضبط، عايز تحسين أخلاقي، يبقى رقم اتنين حاجة المجتمع. رقم تلاتة بيقول لي بقى عدم الالتزام، في صور كتيرة جدا جدا من صور عدم الالتزام، هتلاقي جايب لك في الكتاب المدرسة أكتر من 9 حالات فيهم عدم التزام، بدأ معاك بموظف عام بيستغل ممتلكات الدولة، بدأ معاك بطبيب يدخن أمام المرضى، معلم يدخن أمام طلابه، معلم يسرب امتحانات، إعلامي غير ملتزم بالمصداقية، وغيره وغيره، حالات كتيرة جدا. كل الحالات دي والحالات الانحرافية في المهن أدت إلى ظهور أخلاقيات المهنة. يبقى أنت عندك كده 3 أسباب أدوا إلى ظهور أخلاقيات المهنة. السبب الأول بنتكلم عن عجز الأخلاقيات العامة، رقم 2 حاجة المجتمع لمزيد من الانضباط، رقم 3 تعدد صور عدم الالتزام. جميل جدا. طيب يعني احنا كده يا مستر هناخد كل مهنة ونحط لها أخلاقيات؟ جميل بالظبط كده، هي نفس الفكرة. طيب ايه الفايدة لو انا حطيت ميثاق شرف او ميثاق اخلاقي لكل مهنة؟ انا هستفيد ايه؟ انا كصاحب مهنة مثلا ايه اللي ممكن استفيده؟ لو انا عندي ورشة نجارة وحطيت ميثاق كده ولايحة في مدخل الورشة عندي، وحطيت بنود كده ان العمال بتوعي يلتزموا بيها، ايه اللي انا هستفيده؟ هقول لك تعالى كده ركز معايا في خامسا أهمية مواثيق أخلاقيات المهنة. شوف بقى الأهمية اللي تعود عليك. رقم 1 أول حاجة هتاخد صورة ذهنية إيجابية لدى العملاء، كل ما العملاء يجي يتعاملوا معاك في الورشة بتاعتك ويلاقوا إن أنت ملتزم بميثاق أخلاقي هياخدوا عنك صورة إيجابية. رقم 1 الصورة الذهنية الإيجابية لدى أصحاب المصالح. رقم 2 تحسين الأداء، لو أنت عندك لائحة أخلاقية وأنت ملتزم بيها وكل العمال اللي عندك ملتزمين بيها، الأداء هيبقى في غاية الروعة، الأداء هيكون منتظم ومتميز جدا جدا. يبقى احنا كده رقم 2 بنقول تحسين الأداء، تمام. رقم 3 بنقول حاجة اسمها الالتزام، الالتزام بالمسؤوليات القانونية والاجتماعية. لو انت العمال بتوعك عندهم ضمير وبيراعوا ربنا في شغلهم، اكيد اكيد هيكونوا ملتزمين بالمواثيق القانونية والأخلاقية. رقم 4 لو انت العمال بتوعك دول عندهم لائحة أخلاقية ملتزمين بيها، فهيكون عندهم حاجة اسمها الاستغلال الأمثل للموارد. ايه حكاية الاستغلال الأمثل للموارد؟ لو انت عندك عامل عنده ضمير وعارف واجباته وعارف حقوقه، هيكون ملتزم جدا وهيكون حريص جدا على الموارد اللي بيستخدمها، فهيكون عندنا حاجة اسمها الاستخدام الأمثل للموارد. ال4 نقاط دي خليك مركز فيهم جدا جدا، ممكن يجيلك عليهم اختيار. لو الموضوع متعلق بالعملاء والزبائن يبقى رقم 1 الصورة الذهنية الإيجابية، لو الموضوع مرتبط بالشغل والإنتاج وزيادة الإنتاج يبقى ده تحسين الأداء، لو الموضوع مرتبط بيه أخلاقيا وقانونيا والموافقات والكلام ده هيبقى الالتزام، لو الموضوع متعلق بإن الموارد ما يحصلش فيها استهلاك أو ما يحصلش فيها نوع من أنواع العبثية أو نوع من أنواع العشوائية هيبقى الاستخدام الأمثل للموارد، ودي جزئية في غاية الأهمية. تعال ننتقل كده لجزئية مختلفة شوية، بيكلمنا عن دور الفيلسوف. يا مستر أنا إيه علاقتي بأخلاقيات المهنة؟ أنا فلسفة إيه علاقتي بيها؟ هقول لك لا، الفيلسوف له دور كبير جدا في مواثيق أخلاقيات المهنة. طب إيه دور الفيلسوف؟ هقول لك ببساطة شديدة جدا، الفيلسوف له دور مكون من 4 خطوات. الراجل الفيلسوف ده لازم يعمل حاجة اسمها تحليل تحديد وضع التزام، تاني كده تحليل تحديد وضع التزام، تحليل تحديد وضع التزام. تحليل ايه؟ الفيلسوف ده لو انت نسيت، الفيلسوف ده في الباب الثاني كان بيعمل لجنه في البيوطيقه وهو اللي بيحط اخلاقيات البيوطيقه لو انت فاكر. طيب هو دلوقتي الفلاسفه هيعملوا لجنه وهيحط اخلاقيات المهنه، فهيقوموا ب4 نقاط. رقم 1 تحليل، تحليل الواقع الثقافي اللي هم عايشين فيه، احنا هنحط اخلاقيات لمجتمع غربي، لمجتمع عربي، لمجتمع شرقي، لمجتمع متقدم، لمجتمع متاخر. فرقم 1 تحليل الواقع الثقافي السائد، يبقى رقم 1 تحليل الواقع الثقافي، يبقى 1 تحليل. 2 تحديد، تحديد الاسس والضوابط، يعني تقدر تقول عليها كده تحديد الخطوط العريضه، يبقى رقم 2 تحديد الاسس والضوابط. رقم 3 وضع، وضع بقى الميثاق، وضع الميثاق اللي الناس هتمشي عليه. رقم 4 الالتزام، يبقى انت كده دور الفيلسوف في وضع ميثاق اخلاقيات المهنه 4 كلمات، تحليل تحديد وضع التزام، تحليل تحديد وضع التزام، ده دور الفيلسوف. ننتقل لجزئية تانية، احنا كده خلصنا المهنة يا جماعة، ببساطة كده احنا خلصنا المهن، هندخل بقى على الوظيفة. مستر معلش هو في فرق ما بين المهنة والوظيفة؟ طبعا في فرق ما بين المهنة والوظيفة. المهنة ده شغل فني، شغل حرفي، شغل يدوي، أما الوظيفة فده شغل إداري، شغل حكومي، أنا موظف عند حد معين في مسؤوليات معينة عليا أنا بقوم بيها، وفي الآخر بيبقى أكون ليا أجر ثابت أنا بحصل عليه.
طيب عشان نكون صريحين اكتر ونكون الموضوع واقعي اكتر، تعالى كده نشوف حاجه اسمها تعريف الوظيفه العامه. يعني ايه وظيفه عامه؟ انت موظف وظيفه عامه يعني عليك مجموعه من المسؤوليات ومجموعه من المهام الدوله بتقررها عليك. الهدف من المهام اللي انت بتقوم بيها دي في الوظيفه العامه هي خدمه المصلحه العامه، يبقى الهدف منها هو خدمه المصلحه العامه. ده تعريف الوظيفه العامه. تاني كده معلش، هي عباره عن مجموعه من المهام والمسؤوليات يتم تحديدها في ضوء القيم السائده في المجتمع، والغرض منها خدمه المصلحه العامه. تمام، ده تعريف الوظيفه العامه. طيب ايه هي اخلاق الوظيفه العامه؟ يعني ايه هي الاخلاق بتاع الوظيفه العامه؟ اي اخلاق هي عباره عن مجموعه من القواعد اللي من خلالها نقدر نحكم على السلوك اذا كان اخلاقي او غير اخلاقي. يبقى تاني كده ببساطه، تعريف اخلاقيات الوظيفه العامه هي عباره عن مجموعه من المعايير والقواعد التي يمكن من خلالها الحكم على السلوك بانه صواب او غير صواب، اخلاقي او غير اخلاقي. طيب انت حضرتك عايز تقول يا مستر كده ان كل موظف في اي وظيفه عموميه في الدوله لازم يكون عنده اخلاقيات. بالظبط كده، كلام مظبوط جدا. طيب ايه هي الاخلاقيات دي؟ ايه هي البنود بتاعتها؟ يعني ايه هي الشروط بتاعتها؟ هيقول لك في حاجه اسمها عناصر اخلاقيات الوظيفه العامه. عناصر مش صعب على فكره، هي كتير ولكن مش صعب. لو انت تخيل نفسك موظف كده، موظف حكومي في وظيفه عامه، ايه الاخلاقيات المطلوبه منك؟ انك تحب شغلك، تلتزم في شغلك، بالظبط، تكون سريع ومتقن في عملك، تمام، يكون عندك التزام بمواعيد العمل، تمام، التزام بقيم العمل، تمام، يكون عندك مثلا الاتقان، يكون عندك السرعه، يكون عندك مثلا الكفاءه. كل ده اسمه عناصر اخلاقيات الوظيفه العامه. تعال نشوفهم كده واحده واحده. رقم واحد، احترام قيم وعادات المجتمع. رقم اتنين، انك تلتزم بالانظمه والقوانين انت شغال عليها. رقم ثلاثة، تكون عندك عدالة وعدم تحيز. رقم أربعة، احترام وقت العمل. خمسة، الانتماء والولاء للمنظمة أو العمل اللي أنت فيه. ستة، حب العمل. سبعة، الأمانة والإخلاص في العمل. ثمانية، السرعة والإتقان في العمل. تسعة، المحافظة على الممتلكات أو الموارد الخاصة بالعمل بتاعك. دي هتيجي إزاي في الامتحان؟ أنت لو لقيت أي صورة أو أي عنصر من العناصر دي وأنت مغمض عينك، اختار عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة. طيب مستر معلش، هو احنا ليه مركزين مع الموظفين ولازم الموظف يكون عنده اخلاقيات؟ ايه المبرر يعني؟ احنا ليه بنعمل كده؟ اقول لك يا سيدي، مبررات اهتمام المؤسسات والمنظمات باخلاقيات الوظيفه العامه. في عجاله كده عايزك تحفظ لي ست كلمات. رقم واحد، تحسين، تنميه، تعزيز، شفافيه، احترام، ضمان. لا، تاني كده بشكل اسرع، تحسين، تنميه، تعزيز، شفافيه، احترام، ضمان. تحسين، تنميه، تعزيز، شفافيه، احترام، ضمان. ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ هو ده تعويذه يعني؟ لا، مش تعويذه. احنا اخذنا الكلمه الاولى من كل مبرر او من كل هدف معمول عشانه اخلاقيات الوظيفه العامه. اخلاقيات الوظيفه العامه معموله الهدف. ايه الهدف ده؟ ست اهداف. طب هتحفظهم ازاي؟ زي ما بقول لك كده، تحسين، تنميه، تعزيز، شفافيه، احترام، ضمان. طب نبدا باول واحده. ايه تحسين دي؟ تحسين الخدمه المقدمه للجمهور. انا عايز الموظف يكون عنده اخلاقيات عشان الخدمه بتاعته تكون كويسه، يعني ما يهملش الناس، يبقى تحسين. رقم اتنين، تنمية. تنمية قدرات العاملين. لو انا عندي اخلاقيات في الوظيفة العامة بالتالي قدرات الموظف ده هترتفع. طيب رقم تلاتة، تعزيز. ايه تعزيز دي؟ تعزيز الاداء او الاداء الكلي للمنظمة. لو المؤسسة اللي انا فيها سجل مدني، مستشفى، مدرسة، اي مكان حكومي فيه اخلاقيات، فالاداء الخاص بالمنظمة دي هيكون قوي وهيكون فعال. رقم أربعة، الشفافية، يعني الوضوح. الشفافية يعني الوضوح وعدم الفساد. رقم خمسة، بيقول لي احترام حقوق ومصالح الآخرين. طبعا لو الموظف عنده ضمير هيراعي مصالح الناس. رقم ستة، بيقول لي ضمان حرية الرأي للموظفين والعاملين. يبقى أنا بتكلم معاك كده المبرر. إيه المبرر اللي بيخليني أحط أخلاقيات وظيفة عامة؟ عندي ست مبررات: تحسين، تنمية، تعزيز، شفافية، احترام، ضمان. طيب ننتقل بعد كده للآلية. مستر أنا والله أنا صاحب مؤسسة أو أنا مدير مؤسسة حكومية معينة، وليكن أنا رئيس مجلس إدارة، وليكن مثلا أنا مدير مدرسة، وحابب إن الموظفين اللي عندي يكون عندهم أخلاقيات، إزاي بقى أعملها الحتة دي؟ هقول لك في آليات، حاجة اسمها آليات تحسين، آليات تحسين أخلاقيات في مجال الوظيفة العامة. آليات يعني وسائل، يعني طرق، يعني أساليب. طيب شوف يا سيدي مجموعة الأساليب دي. لو انت مثلا مدير او مكلف بإدارة منظومة حكومية، فانت قدامك شوية آليات ممكن تستخدمهم عشان تحسن أخلاقيات الموظفين اللي عندك. رقم واحد، تعمل لهم حاجة اسمها نظام رقابي. نظام رقابي،
تفتيش بشكل دوري، يبقى رقم واحد نظام رقابة. رقم اتنين، وانت بتراقب هتلاقي ناس يعني هتلاقي ناس مجتهدة جدا، هتعمل لهم مكافآت. يبقى رقم اتنين مكافأة النظام الجيد أو مكافأة السلوك الأخلاقي الجيد. لو لقيت موظف كفء كده ومجتهد اعمل له مكافأة باستمرار. طيب رقم اتنين، وانت بتعمل الرقابة اللي هي رقم واحد، هتلاقي عندك ناس مخالفين وناس كده مهملين في الشغل بتاعهم، هتعمل لهم حاجة اسمها جزاءات وعقوبات، جزاءات وعقوبات. يبقى انت عندك كده ثلاث آليات. الآلية الأولى تعمل نظام رقابي، هتلاقي ناس متميزة يبقى تكافئ الناس المتميزة، هتلاقي ناس مخالفة يبقى تعاقب. يبقى انت عندك كده ثلاث آليات. الآلية رقم أربعة، دايما اغرس في الموظفين اللي عندك فكرة الضمير، اغرس فيهم فكرة الضمير. رقم خمسة، حدد الصلاحيات لكل موظف، تحديد الصلاحيات. رقم ستة، ان كل شوية تعمل لهم اجتماعات وتراجع معاهم ايه التعليمات الإدارية. يبقى رقم ستة مراجعة التعليمات الإدارية. رقم سبعة، ان انت لازم دايما تستفيد من الموارد المتاحة. عندك حد عنده مهارات، حد عنده إمكانيات، لازم دايما تستفيد من الموارد المتاحة. ورقم تمانية، التأكيد على أهمية الموظف القدوة. الموظف القدوة اللي هو رئيس القطاع أو رئيس المدرسة أو مدير المدرسة آسف، ده لازم يكون هو أول واحد إحنا مأكدين عليه في فكرة الالتزام، لأن هو القدوة. اللي أنا اتكلمت فيه ده جزء كبير جدا جدا، هو باختصار كده المربع ده بيتكلم عن الوظيفة العامة، بيتكلم عن الوظيفة العامة من أول تعريفها والأخلاق الخاصة بيها والعناصر بتاعتها والمبررات والآليات. ده جزء مهم جدا جدا جدا. بعد كده هننتقل لجزئية مختلفة شوية، بيقول لي هو ايه دور الفيلسوف او ايه الواجب المهني للفيلسوف. يعني خلاص عرفنا كل واحد هيلتزم بالمهنة بتاعته، طب معلش هو الفيلسوف ده ايه المهنة بتاعته، يعني ايه الواجب اللي بيعمله يعني في حياته. بيقول لك يا سيدي كل فيلسوف دوره مختلف عن التاني. ليه؟ لان كل فيلسوف بيعبر عن العصر اللي هو كان فيه، عن مشاكل عصره، وبالتالي كل فلسفة بتخرج من المجتمع اللي هي فيه. يعني مثلا على سبيل المثال، لما كان عبد الرحمن بن خلدون وابن عبد ربه عندهم مشاكل في العصر بتاعهم خاصة بالبيئة، فهم بدأوا يفكروا في البيئة. لما كان مثلا سقراط في العصر بتاعه عنده مشاكل مع السوفسطائيين أو مشاكل مع الفكر، فبدأ يهتم بالفكر ويتلقب في النهاية بعد ما مات لقب الشهيد الأول للفكر أو العقل. اللي عايزين نقوله إن كل فيلسوف له واجب وله دور. يبقى الفيلسوف له دور مهني او له دور او له واجب. ايه اللي بيعمله بقى المهنه بتاعته تختلف من شخص للتاني، من فيلسوف للتاني. ليه؟ حسب كل عصر. يبقى هتخلي بالك كده في الجزئيه اللي جايه دي، الفكر الفلسفي يبدا من الواقع، يعني كل فلسفه هي بنت الواقع او نبت من الواقع. جميل جدا. وبالتالي الفلسفه لا تنشا من فراغ، الفلسفه تنشا من واقع، تنشا من مجتمع. معنى كده ان كل فيلسوف ليه فلسفه خاصه بيه. كل فيلسوف له خاصه فلسفه خاصه بيه، لأن اختلاف ظروف نشأة كل فيلسوف واختلاف عصر وكل مكان وزمان مختلف يؤدي إلى اختلاف الواجب المهني للفيلسوف. طيب خلي بالك الفيلسوف ده لا يستطيع عزل نفسه إطلاقا عن مجتمعه، ما ينفعش أنا قطعة من المجتمع، أنا تفكيري ده شغال على المجتمع اللي أنا عايش فيه. لذلك هو بيستخلص أفكاره من حياته اليومية أو من واقعه. طيب تعال نشوف كده أمثلة لواجبات كل فيلسوف إزاي اختلفت عن التاني. لما نمسك مثلا فيلسوف زي ايميل دوركايم، كان وظيفته ان هو يدرس ظاهره الانتحار المنتشره في فرنسا ويعالجها، يبقى ده واجب للفيلسوف. تعالى كده نشوف واحد زي هيجل، وده في المانيا، كان كل مهمته ان هو يعمل حاجه اسمها الوحده الوطنيه في المانيا ويحاول ان هو يرفض الانقسام، يبقى واجب مختلف هو خالص. تعالى نتكلم مثلا عن فلاسفه زي مفكرين العرب، زي مثلا ابن خلدون، زي مثلا ابن سينا، زي الغزالي. الناس دي كان مهمتهم ازاي ان هم يوفقوا ما بين العقل، ما بين الفلسفه، وما بين الدين. فالواجب المهني للفيلسوف يختلف من عصر الى اخر. طيب تعال نشوف كده مهام الفيلسوف ممكن تختصر في كام نقطه. ممكن نختصر مهام الفيلسوف في ثلاث نقاط. رقم واحد، يحدد عقيده الوحده الوطنيه، يحدد عقيده الوحده الوطنيه، يبقى رقم واحد يحدد. رقم اتنين، يحاول ان هو ينقل بلده وينقل حضارته من مرحله لمرحله اكثر تقدما. رقم ثلاثة، يقبل كل الأفكار الجديدة العولمة يعني، ولكن بعد نقد وبعد أخذ منها ما يتفق مع ثقافتي ومع عقيدتي. كده احنا اتكلمنا عن الدور أو الواجب المهني للفيلسوف. ايه دور الفيلسوف أو ايه الواجب بتاعه؟ لا يا مستر مش ثابت، بيختلف من مكان لمكان ومن عصر لعصر، لأن الفلسفة بتخرج من نبت منين؟ من المجتمع. طب ايه النقاط الأساسية اللي ممكن يعملها الفيلسوف؟ يعمل الوحدة الوطنية بتاعت مجتمعه،
يحاول ينقل بلده من مرحلة لمرحلة تانية. رقم ثلاثة يقبل كل الأفكار الجديدة ولكن بعد نقدها وفحصها. طيب تعالى بقى نخش على الجزء المهم بقى، الجزء المهم حرفيا. أنا عندي نماذج لفلاسفة اتكلموا عن العمل، مش احنا الباب الثالث بيتكلم عن أهمية العمل وقيمة العمل والفلسفة؟ جميل جدا. تعالى نشوف الفلاسفة اللي اتكلموا عن العمل وكل واحد فيهم كان ليه منظور مختلف عن التاني. هنبدأ بأفلاطون. العمل في الفكر الأفلاطوني بيقول لي أفلاطون بيجد إن الإنسان محتاج ثلاث حاجات أساسية. ثلاث حاجات أساسية. أفلاطون قال لك الإنسان عايز حاجات كتيرة جدا في حياته، ولكن احتياجاته الأساسية ثلاثة. إيه هما يا أفلاطون؟ قال الغذاء والسكن والملبس. الغذاء والسكن والملبس. دي اسمها الاحتياجات الأساسية للإنسان عند أفلاطون. جميل جدا. قال لي خلي بالك في طريقتين عشان توفر بيهم الثلاث حاجات دول، الغذاء والسكن والملبس، في طريقتين توفرهم. الطريقة الأولى اسمها المجتمعات البدائية، مجتمعات بدائية، هي إن كل إنسان يوفر الحاجات دي لنفسه، هيقوم بكل الأعمال، اسمها مجتمعات بدائية. قال لي رقم اتنين في حاجة اسمها مجتمعات متحضرة، فيها تقسيم العمل بقى، بيوزعوا الأدوار، أنت تروح تصطاد، وأنت تروح تعمل لنا الأكل، وأنت تروح تبني لنا البيت أو الكوخ، وأنت مش عارف تعمل إيه، يبقى في تقسيم العمل. دي المجتمعات المتحضرة عند أفلاطون. طيب أنت يا أفلاطون بتحب تقسيم العمل؟ ولا تحب ان الانسان الواحد يقوم بكل الاعمال بمفرده؟ قال لا انا بحب تقسيم العمل. يبقى الفيلسوف اللي ايد فكر تقسيم العمل هو افلاطون. الفيلسوف اللي قال ان الانسان محتاج احتياجات اساسيه هو افلاطون. الفيلسوف اللي قال ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه ما يقدرش يعيش بمفرده هو افلاطون. الفيلسوف اللي قال ان عندنا طريقه بدائيه وطريقه متحضره هو افلاطون. طيب افلاطون قسم العمل. لما سألناه أنت ليه حبيت تقسيم العمل؟ قال يا جماعة باختصار شديد أنا حبيت تقسيم العمل لأنه رقم واحد المجتمع هيحصل على سلعة متقنة، أنا طول النهار بصنع حاجة واحدة بس، فأنا كده أتقنتها حفظتها. قال لي رقم اتنين العامل ده هيستريح لأن هو طول اليوم بينتج حاجة واحدة بس، مش كل شوية بيغير ويتعب في أكتر من حاجة. طيب تقسيم العمل عند أفلاطون ده طلع شيء رائع جدا جدا في العصر الحديث. احنا عندنا علماء الاقتصاد في العصر الحالي ده بيدعو إلى تقسيم العمل، ولكن في اختلاف ما بين عقلية أفلاطون في تقسيم العمل وما بين الفلاسفة المعاصرين أو علماء الاقتصاد المعاصرين في تقسيم العمل. لو احنا رحنا لأفلاطون هنلاقي إن أفلاطون لما قسم العمل الجزئية الخاصة بالإنتاج هو ما اهتمش بزيادة الإنتاج، يبقى أفلاطون لم يهتم بزيادة الإنتاج، أفلاطون لم يهتم بزيادة الإنتاج. أما علماء الاقتصاد المعاصرين بقى والمحدثين اهتموا بزيادة الإنتاج، اهتموا بزيادة الإنتاج. طيب العمل عند أفلاطون هو عبارة عن خدمة، أنا بعلم لك أولادك وأنت بتعالج لي أولادي، أنا بساعدك في المواصلات وأنت بتديني حاجة معينة، يبقى هو ينظر العمل على أنه خدمة وليس سلعة. أما علماء الاقتصاد في العصر الحالي بينظروا للعمل أنه سلعة، أنا اشتغلت 3 ساعات دي سلعة، بعت لك 3 ساعات من جهدي ومن وقتي فتديني فيهم مقابل، ده المنظور المعاصر. أفلاطون كان شايف إن العمل ليس هدف في ذاته، يعني مش هو حاجة تزود لي، يعني مش عايز أنا أعمل الثروة والكلام ده، أنا عايز أجبع أو أشبع الحاجات اللي عندي بس، هو مجرد إشباع للحاجات. أما علماء الاقتصاد شايفين العمل وسيلة من وسائل زيادة الثروة. طيب لما أفلاطون قسم العمل أو فضل تقسيم العمل هنتفاجئ إن تقسيم العمل ده أدى إلى إن الشعب اليوناني أصبح بقى فيه أحرار وفيه عبيد. ليه؟ الناس اللي إحنا هنقسم الشغل، الناس اللي هتاخد الوظائف العليا هيبقى اسمهم أحرار، والناس اللي هتاخد وظائف أدنى هيبقى اسمهم عبيد. طيب المقارنة دي هتبقى واضحة قدامك في الجدول ده. بيقول لك الأحرار وظيفتهم البحث في السياسة والفلسفة، دول الأحرار. طيب بالنسبة بقى باقي الناس اللي هتاخد أعمال يدوية وتنظيف والكلام ده هيبقى اسمهم العبيد، وظيفتهم الأعمال الحرفية أو الأعمال اليدوية. طب نرجع للأحرار تاني. العمل عندهم العمل اليدوي اللي هو يشتغل بالطورية كده او بالفأس او باي حاجة او بمنشار او حاجة او شاكوش والكلام ده بايديه، ده يقلل من الشرف. اما الناس اللي هم العبيد لا، يشتغلوا اعمال يدوية مفيش اي مشاكل خالص، يشتغلوا في الزراعة، يشتغلوا في رعي الاغنام، اي حاجة. طيب عندنا الناس الاحرار دول من حقهم امتلاك الاراضي، لكن الناس العبيد ليس من حقهم امتلاك الاراضي، كل اللي عليهم ان هم يشتغلوا عبيد عند الاحرار. ده كان فكر افلاطون. طيب التعقيب على فكرة أفلاطون بقى إن في نقد معين. رقم واحد أغفل أفلاطون البعد الاقتصادي للعمل، أنت بتشتغل عشان ترفع الاقتصاد، أنت ما تكلمش عن الاقتصاد خالص أو البعد الاقتصادي. رقم اتنين إن هو نظر للعمل كخدمة، أنت بتعمل لي خدمة وأنا بعمل لك خدمة. نفترض مثلا إن أنا ما فيش خدمات مشتركة بيني وبينك،
فين بقى العمل؟ يبقى غلطة عند أفلاطون إن هو نظر للعمل كعبارة عن خدمة. طيب رقم ثلاثة بيقول إن العمل ده أو تقسيم العمل ده لما هو خلاه أحرار وعبيد هيؤدي إلى تقسيم المجتمع، هيؤدي إلى تقسيم المجتمع. يبقى أنا عندي ثلاث مآخذ أو ثلاث نقاط أو تعقيب من ثلاث نقاط على أفلاطون. رقم واحد إن الراجل ده أغفل البعد الاقتصادي للعمل، رقم اتنين الراجل ده نظر للعمل كخدمة وليس سلعة، رقم ثلاثة الراجل في التقسيم بتاعه ده أدى لتقسيم المجتمع إلى أحرار وعبيد. تمام كده؟ طيب هننتقل لحد تاني، شخصية تانية هو تلميذ أفلاطون وهو أرسطو. تعال نشوف العمل كده في الفكر الأرسطو عامل إزاي. أرسطو كان مختصر جدا جدا وواضح ودقيق، ولكن كلامه كان قوي جدا. رقم واحد بيقول لي لازم يكون في مدينة عشان تحقق السعادة، يبقى تخلي بالك الفيلسوف اللي قال المدينة شرط للسعادة هو أرسطو. طيب رقم اتنين أرسطو كان قوي في تصريحاته وقوي في كلامه، يقول لك رقم اتنين إن العبد ده آلة منزلية، لازم يكون عندك عبد في البيت، ليه؟ عشان يساعدك على الحياة، هو اللي يجمع لك الحطب وهو اللي يملى المية وهو اللي يقوم بإعداد الطعام. يبقى أرسطو من وجهة نظره إن العبد آلة للحياة، لازم يكون عندك عبد في البيت. رقم اتنين عند أرسطو بيقول لك خلي بالك العبد ده مش بس آلة للحياة، ده كمان آلة منزلية، يعني هو آلة عشان تعيش بيها وآلة كمان عندك في البيت أو آلة في المنزل. تمام؟ طيب تعال نشوف بقى ازاي أرسطو ده هيشتغل على تقسيم الناس، وازاي هيخلي لازم يكون في عبيد عشان تقوم بالأعمال اليدوية. قال لي بص، أرسطو ده طلع بريء خالص، هو برأ نفسه، قال يا جماعة أنا ما قسمتش الناس ولا قلت في أحرار ولا قلت في عبيد، الطبيعة هي اللي عملت كده. يعني الفيلسوف اللي حط المسؤولية على الطبيعة في تقسيم الناس لأحرار وعبيد هو أرسطو. قال إن الطبيعة خلقت ناس أقوياء البنية قليلو الذكاء، دول يشتغلوا عبيد. وفي نفس الوقت الطبيعة عملت لنا ناس حاد الذكاء أو مرتفعو الذكاء، فدول يشتغلوا في إن هم يقوموا وظيفة الأحرار. ده رأي أرسطو. ولكن التعقيب على رأي أرسطو طبعا نقد جامد جدا، أو نقد في غاية الأهمية أو في غاية الخطورة. بيقول إن أرسطو ده كان عنصري. يعني إيه كان عنصري؟ بينظر لكل شعوب الأرض إن هم عبيد، أما الجنس اليوناني فهم من الأحرار. دي أول مشكلة. تاني مشكلة عند أرسطو إن هو جعل نظام الرق نظام طبيعي، يعني خلى الطبيعة هي المسؤولة عن إن تصنف الناس لأحرار وعبيد. رقم ثلاثة إن فكرة التمييز ما بين الأبيض والأسود أو الأحرار والعبيد طلعت فكرة غير يقينية في العلم المعاصر، يعني العلم المعاصر أثبت إن هي فكرة كاذبة. طيب ده كان أرسطو. تعال ننتقل بقى لحد كده من علماء العرب ونشوف الفارابي عمل إيه في فكرة العمل. أول حاجة تعرفها عن الفارابي إن الفارابي ده تأثر وبشدة بعلماء اليونان أو بفلاسفة اليونان، تأثر بأفلاطون وأرسطو. طب فين الكلام ده؟ هتشوف دلوقتي من أفكارهم. أول حاجة الفارابي قال لك لازم يكون في مدينة، لازم يكون في مدينة، يبقى هو كده متأثر بمين؟ بأرسطو. أرسطو قال لك إن المدينة هتحقق السعادة، أما الفارابي فقال لك المدينة الفاضلة أو المدينة المثالية هي اللي يكون فيها نوع من أنواع التعاون. عشان نعرف إن هو تأثر بأفلاطون وأرسطو، أهو الفارابي نفسه بيؤدي لتقسيم العمل. قسم العمل لثلاث طبقات، أو قسم المدينة إلى ثلاث طبقات. الطبقة الأولى قال لي فيها الإمام أو الملك أو الحاكم أو القيصر أو الإمبراطور، أيا كان المسمى بتاعه، دي في الطبقة الأولى بيكون فيها الحاكم. طيب في الطبقة الثانية بيكون في حاجة اسمها العلماء والجند، العلماء والجند. في الطبقة الثالثة بيكون فيها العمال والفلاحون، العمال والفلاحون. التقسيم ده عند مين؟ التقسيم ده عند الفارابي. طب هل الفارابي قال إن في أحرار وعبيد؟ لا، الفارابي ما قالش كده خالص، لأن الفارابي متأثر بالإسلام، متأثر بالإسلام. يبقى احنا دلوقتي عندنا تعقيب صغير كده على آراء الفارابي، بنقول حاجتين: الفارابي متأثر باليونان تقسيم العمل، والفارابي متأثر بالإسلام إن هو رفض فكرة العبودية وأكد على فكرة التعاون. هنروح لفيلسوف بعد كده سهل وجميل احنا عارفينه، ده مؤسس علم العمران البشري أو علم الاجتماع، وهو ابن خلدون. ابن خلدون قال بص يا جماعة، أنا ليا وجهة نظر معينة في العمل. تمام، طيب نحب نعرفها بقى يا ابن خلدون. قال والله أنا عندي كتاب اسمه المقدمة، هكتب فيه أو كتبت فيه كلام كتير جدا عن العمل وتصور لفكرة العمل. كويس، فقال لي من ضمن الأفكار اللي عندي في كتاب المقدمة اللي هو الخاص بابن خلدون، قال لي رقم واحد العمل هو ما يقيم به الإنسان. خليك فاكر الجملة دي كويس، العمل هو ما يقيم به الإنسان. يعني ابن خلدون قال لك لو أنت بتشتغل يبقى ليه قيمة، لو أنت مش بتشتغل يبقى مالكش قيمة. طيب في ضمن الكتاب ده اللي هو مقدمة ابن خلدون برضه، اتكلم فيه عن أهمية مهنة الفلاحة، أهمية مهنة
الفلاحه وقال ان هي ارقى من كل المهن الاخرى. طيب من ضمن النقاط برضو في الكتاب ان هتلاقي ابن خلدون اخذ مهنه التجاره وبدا يعمل تعريف لمهنه التجاره، وهتلاقي بعد كده ان هو حط معايير او بنود لاخلاقيات التجاره، فبيقول لك من ضمنها عدم الغش وعدم الاحتكار وعدم تضليل المشتري. كده نكون احنا خلصنا ابن خلدون. تبقى لينا ادم سميث وهيجل. خلينا نبدا الاول بهيجل. هيجل ده فيلسوف الماني بيقول لك يا جماعه انا عندي العمل هو انتاج للانسان بواسطه الانسان. يعني ايه انتاج للانسان بواسطه الانسان؟ يعني انت بتصنع نفسك، انت لما بتشتغل كده بتصنع نفسك، بتبني نفسك. تسمع الشباب يقول لك ايه انا بكون نفسي. يبقى هيجل بيقول لك ان العمل ده انتاج للانسان بواسطه الانسان، انت بتشتغل وتتعب عشان تبني نفسك. طيب هيجل ده بيقول لك ان العمل يحرر الانسان من سيطره الطبيعه. يعني ايه الكلام ده؟ الطبيعه مسيطره علينا، احنا مثلا عندنا نهر ومش عارفين نعدي الناحيه الثانيه. لما نشتغل ونعمل كوبري او نعمل مركبه ونعدي الناحيه الثانيه، يبقى احنا كده العمل ده وسيله عشان نسيطر على الطبيعه او نتحرر من سيطره الطبيعه او ظلم الطبيعه للانسان. طيب هيجل بعد كده بيقول لك خلي بالك العلاقه ما بين الانسان والعمل هي علاقه تحويليه. يعني الانسان بياخد المواد الخام ويبدا يشتغل عليها ويحولها، فالعلاقه بين الانسان والعمل هي علاقه تحويليه. هيجل عنده نقطه كمان بياكد على ان العمل هو اساس العلاقات الاجتماعيه. طول ما انت بتشتغل وبتطلع كتير بره البيت هيكون عندك علاقات اجتماعيه اكتر. يبقى ده راي هيجل. هيجل قال لي خلي بالك العمل انتاج الانسان بواسطه الانسان، خلي بالك العمل بيحرر الانسان من سيطره الطبيعه، خلي بالك العلاقه بين الانسان والعمل علاقه تحويليه، خلي بالك العمل هو اساس العلاقات الاجتماعيه. كده متبقي لينا الكبير ادم سميث، او متبقي لينا ابو الاقتصاد، بلاش كلمه الكبير دي، متبقي لينا ابو الاقتصاد وهو ادم سميث. ادم سميث ده بيلقبوه ان هو ابو الاقتصاد الحديث. ليه؟ لان الراجل عنده كتاب اسمه ثروه الامم، ثروه الامم. الكتاب ده يعتبر مرجع في الاقتصاد، اي حد بيعمل نظريه في الاقتصاد بيرجع لكتاب ادم سميث ده. طيب ايه افكار ادم سميث؟ ايه الكلام اللي قاله متعلق بالعمل؟ قال لي رقم واحد الحريه والمصلحه هما اساس الفلسفه بتاعته. يعني ايه الحريه والمصلحه الخاصه؟ هو بيقول في الاقتصاد بتاعه يا جماعه احنا لازم نسيب التجار بكامل حريتهم، لازم نخلي الناس عندهم منافسه على المصلحه الخاصه، كل واحد يطور مشروعه او يطور المحل بتاعه، دي فكره عنده. يبقى اول فكره عند ادم سميث هي الحريه، رقم اثنين عنده فكره المصلحه الخاصه. طيب هو بيقول ان النظام الطبيعي هيقدر لوحده كده ان هو يعمل انسجام، لو كل واحد فينا دور على مصلحته الخاصه فجاه هتلاقي ان المصلحه الخاصه بيتم التقدم فيها او بيتم الاهتمام بيها. ازاي؟ زي مثلا على سبيل المثال كل واحد فينا نظف قدام العماره بتاعته، دي مصلحه خاصه. فجاه بعد كده هتلاقي ان الشارع كله، لو كل واحد نظف قدام العماره بتاعته هتلاقي ان الشارع كله اصبح في حاله جيده او في حاله نظيفه. ايه اللي حصل؟ ادم سميث بيقول لك لو انت بحثت عن المصلحه الخاصه بتاعتك انت بالطبيعي هتؤدي الى انجاز في المصلحه العامه. عشان كده بيقول في حاجه عنده اسمها فكره اليد الخفيه. فكره اليد الخفيه، اليد الخفيه لو انت عندك ايدين اهم، الايدين دول شغالين في المصلحه الخاصه بتاعتك، بيطوروا المصنع بتاعك او المحل بتاعك، وكل واحد عامل زي كده بالظبط بيطور في الحته بتاعته. فجاه هتلاقي ان الايد الخاصه دي ادت الى تطوير اليد العامه او المصالح الحكوميه. من ضمن اراء برضو ادم سميث ان هو مأكد جدا جدا على فكره المنافسه، فكره المنافسه لازم يكون في منافسه، ولازم يكون في حاجه اسمها انسجام ما بين المصلحه الخاصه والمصلحه العامه اللي هتؤدي الى في النهايه الى فكره اليد الخفيه. يعني يد خفيه يعني كل صاحب محل بينظف قدام المحل بتاعه، فجاه تلاقي ان الشارع كله اصبح نظيف. طب هو في يد نظفت الشارع كله؟ لا، دي اسمها اليد الخفيه، اليد الايه؟ الخفيه. كده ادم سميث كان اخر واحد فيه او اخر فيلسوف في الباب الثالث. تعال كده ننتقل بعيد عن الملزمه ونشوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله في الفتره القادمه. السلام عليكم ورحمه الله، طلابي الكرام اهلا بيكم مره ثانيه. اتمنى من الله عز وجل ان يكون العمل ده خالص لوجه الكريم ويكون فيه قدر كبير من الاستفاده ليكم، وحتى تعم الفائده ان شاء الله تعالى. منتظر منكم اللايك والشير يا جماعه، محتاجين الفيديو يوصل لاكبر كم ممكن من زمايلنا، احنا في ايام صعبه الى حد ما، يعني عايزين نقدم اي خير ممكن ان هو يعود علينا اولا وبعد كده يعود على زمايلنا ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ميعادنا انتظروا يعني، او انزل دلوقتي على طول في صندوق الوصف لو انت خلصت كده الباب الثالث فلسفه، انزل في صندوق الوصف هتلاقي ان شاء الله تعالى دلوقتي الفيديو الثالث في المنطق. ان شاء الله تعالى نلتقي على خير باذن الله تعالى.
دعواتكم كده ان شاء الله بالتوفيق للجميع باذن الله. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله.